اليوم كان انتخاب ديال الرئيس والمكتب بعد حكم محكمه النقد وحكمات اداريه بسقوط المكتب والرئيس بعد الخروقات اللي كانت في الدوره ديال انتخاب الرئيس اللي كان فيها التدخل ديال الاحزاب والتدخل ديال عناصر خارج الغرفه والتصويت ديال الناس ماشي اعضاء في الغرفه، وبالتالي كان واحد الطعن والحمد لله المحكمه اخذت به وتم اعاده انتخاب، يعني طلب اعاده انتخاب المكتب والرئيس. تشكل واحد التوجه ديال الاعضاء اللي خارج اطار الاحزاب السياسيه اللي فيه مجموعه ديال الاعضاء في قطاعات معينه، وكذلك طرعت فيه التمثيليه الاقليميه ديال كل اقليم، يعني ضد واحد التوجه اللي هو ديال الاحزاب السياسيه ديال المرشحين ديال الاحزاب السياسيه. اليوم الرساله اللي كنا دوزناها بان الاحزاب السياسيه ما خصهاش تبقى تدخل في الغرف. الاعضاء فعلا عندهم قبعات سياسيه، ولكن ما خصش يكون توجيه ديال الانتخابات داخل الغرف من منطلق حزبي او من منطلق سياسي. خلوا المهنيين يشتغلوا، هذا هو الرساله اللي بغينا نوصلوها، خلوا المهنيين يشتغلوا مع بعضياتهم. حنا عندنا علاقات صراحه مع جميع الاعضاء ديال الغرفه طيبه واصدقاء، ولكن مجرد ما كتوصل الانتخابات وكيدخلوا احزاب سياسيه كيولي صراعات بيناتنا. حنا جينا نخدموا القطاع المهني، جينا نخدموا التوجهات ديال البلاد في اطار انفتاح في اطار الدبلوماسيه الاقتصاديه، في اطار انفتاح على الدول العالم الاخر، وفي اطار جلب الاستثمارات. هذا هو الدور ديالنا، ماشي الدور ديالنا جينا نتصارعوا وكل حزب كيبغي يفرض الوجود ديالو من اجل يكون عنده واحد رقم معين او يكون كيترأس واحد غرفه معينه بدون كفاءه. اليوم بغينا الغرف وبغينا رئاسه الغرف، بغينا اعضاء المكتب الغرف يترشحوا من منطلق الكفاءه ومن منطلق البرامج العمل ديالهم. هناك واحد اتفاق مع بعض الاخوان اننا نقطعوا مع المؤسسات السابقه اللي كانت في الغرفه. احنا مهنيين ماشي جامعه قرويه او جامعه محليه او غندخلوا كائن سياسي، لان احنا كمهنيين خاصنا نفكروا في التنميه ديال المدينه. الغرفه بذاك لانها تعتبر اقوى غرفه في الدار البيضاء، وهذا الشيء كيحشم ان غرفه بحجم غرفه الدار البيضاء ما شفنا فيها والو، ما كاين لا نهوض لا والو، غير اش غنقول لك، بحال كنقول الاحزاب كتنافس بعضياتها شكون اللي ياخذ الغرفه الصناعه شكون ياخذ، وهذا الشيء خاصنا نقطعوا معاه. حنا خاصنا نجيو للغرفه انها نرجعوا لها القيمه ديالها. المتسمين بقينا كنعرفوا ما نقولوا لهم، ولينا كنحشموا. اذا حنا ما نقطعوا المراسم مع الماضي، علاش؟ لان المتسمين كيتسناو رهانات كبيره، فهمتي؟ وانا ديما كنقولوا حنا في واحد المره كما قال اخ ان حنا جينا اليوم ان نديروا انتشال غرفه ديال الدار البيضاء من غرفه الانعاش.